تطرح مدينة شباب 2030 ولأول مرة بالتعاون مع بورصة البحرين برنامج بورصة، والذي يهدف لتأهيل المشاركين وتدريبهم على التداول والاستثمار من خلال برنامج مكثف يتضمن جزءا نظريا وآخر عملي، ليتمكن المشارك من الإلمام بالأطر القانونية ممثلة في القوانين والتشريعات وأبرز إجراءات التداول. فكرة جديدة تنطلق ولأول مرة في مدينة شباب 2030، تنقل الشباب إلى عالم افتراضي جميل ليتعرفوا من خلاله على بيئة العمل في بورصة البحرين وآلية الاستثمار فيها، ليتفاعلوا على مدار الشهر مع جميع المتعاملين في المنصة. برنامج بورصة البحرين في مدينة الشباب ولأول مرة يقام، يهدف إلى تطوير مهارات المالية عند الفئة الشبابية، بالإضافة إلى اكتسابهم خبرة في تداول في سوق البحرين. طبعاً التداول يكون افتراضي لمدة 3 أسابيع. بعد هاي التجربة في التداول الافتراضي يعرضون مجموعات نتائج تجربتهم الافتراضية في التداول. البرنامج افتراضي حق الشباب لكن واقعي إلى أقصى درجة ممكنة، لأن الشباب في برنامج تحدي التداول في بورصة البحرين يتداولون في عالم افتراضي لكن على أسهم البحرين وأسهم بورصة البحرين الفعلية وعلى الشركات الفعلية في بورصة البحرين مؤلفة من 44 شركة. أهم الأهداف المرجوة من البرنامج هو خلق المسؤولية المالية عند الشباب، تعلم كيفية تشغيل الأموال، وخلق شباب ذكي طموح في سوق العمل في البحرين، وهذه كلها من رؤية جلالة الملك الاقتصادية حق البحرين 2030. روح الإبداع والابتكار والتعاون من خلال هذا البرنامج الافتراضي تعزز بداخلهم روح التحدي والرغبة في تحقيق حلم يراودهم، وهو خوض هذا المجال وجني الأرباح المادية، خصوصا وأن التدريب مرتبط ارتباطا كاملا ببورصة البحرين. لهالبرنامج بالخصوص، يعني في وايد برامج حلوة الحين، بس اللي شدني للبرنامج دي بالخصوص هو صاير أول برنامج مجلة الشباب اللي يهتم بالمسؤولية المالية، يهتم بشلون الشخص يتعامل بالفلوس بطريقة يعني بطريقة صحيحة بطريقة محترفة. فهاي الشيء اللي وايد شداني هو طبعا يعني أدرس استثمار، فهي تكملة للدراسة اللي أنا ماخذها. البورصة وايد علمني أشياء، خصوصا أن أنا في تخصص البزنس، يعني فعلمني شلون أنا أستثمر في بين الشركات في أي تحت أي ظروف أنا أستثمر وأشتري وأبيع في الأسهم. البرنامج هو نتداول بشكل افتراضي لكنه يبطل لنا وايد أبواب حق المستقبل أن احنا نستثمر ونتعلم شلون ان احنا ندير فلوسنا في هالمجال. يعني شباب البورصة في مدينة 2030 يمتلك اليوم المعرفة الجيدة بآلية التداول في سوق الأسهم البحريني، فبرنامج البورصة سيساهم في إطلاق قدرات شبابية متميزة اقتصاديا قادرة على المنافسة عالميا. هذا البرنامج والذي يطبق لأول مرة في المدينة يتولى تدريب الشباب على الولوج في عالم التداول والاستثمار، يتمكنوا من إدارة أموالهم بالشكل الصحيح. خولة القرينيس، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.